في الحديث مع الإخبارية. هو طبعا إعلان يعني مهم جدا من المملكة العربية السعودية، لأنه طبعا الخطة البرنامج النووي في المملكة، طبعا البرنامج النووي السلمي، أخذت حوالي 10 سنوات. يعني كان الخطة طبعا اللي هو إدخال مزيج الطاقة النووية في المملكة لغرض تقليل استهلاك البترول، وأيضا يعني الاستغلال انه او الاستفاده من مزيج الطاقه النووي، بحيث انه في الاستخدامات مثلا الصناعيه وتحليه المياه وما طبعا ما يمس قطاع الطاقه وقطاع الكهرباء بشكل خاص. من المحطه هذه يعني حسب ما ارى من تصريح سمو وزير الطاقه، انه قد يعني تكون الساعه تبعتها من حوالي من 1 الى 2 جيجاوات. طبعا كل محطه نوويه بالعاده يعني يكون حسب ارقام المفاعلات كم مفاعل فيها، ف ممكن يكون فيها من مفاعلين. فأعتقد بالتالي يكون عندنا يعني حيز مهم من مزيج الطاقة في المملكة. طبعا بس على أساس أعطيك تصور كم هذه ممكن تكون، يعني المملكة عندها خطة أن يكون حوالي 58 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهذه تشكل نصف إنتاج الكهرباء بإذن الله في خلال 7 إلى 10 سنوات المقبلة. فلما أتكلم عن 2 جيجا وات من 1 إلى 2، فيعني تعطيك انطباع أنه يعني حيكون لها حيز جدا مهم، خصوصا احنا نتكلم عن استخدامات نوعيه، مثلا استخدام مثلا تحليه المياه، هذا اعتقد انه استخدام جدا مهم لتعزيز امن المياه في المملكه. نعم وايضا اللي هو ان المملكه العربيه السعوديه حاليا جالسه تكون يعني وجهه صناعيه، ليس فقط في الصناعات البتروكيماويه، بل ايضا في الصناعات الالكترونيه والصناعات ذاك يعني خلينا نقول الانوفيشن اللي هي ابتكاريه العاليه. مثلا نرى مثلا حاليا سيارات الكهرباء مثلا جالسة أنشأت مصانع في المملكة، فهذا بالتالي يدلك أنه استهلاك الطاقة في المملكة سيتزايد، ليس فقط كاستهلاك سكاني بل أيضا كاستهلاك صناعي. نعم فبالتالي الطاقة النووية ستكون جدا مهمة لضمان أمن الطاقة، أمن المياه، وأمن الغذاء، وأيضا جميع وسائل التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد. ميزة يتميز الطاقة النووية عموما عن جميع مصادر الطاقة اللي هو عمرها طويل، يأخذ مئات السنين إلا بالغاز الطبيعي، لكن لما نقارنها مثلا ككربون، انبعاثات كربون، الطاقة النووية ما نقدر نشمل إنه لها أي انبعاثات كربون إذا نظرنا بس للمحطة النووية. فبالتالي هي تعطيك ميزة بيئية نوعا ما أفضل. نعم ما نبغى طبعا نتطرق لموضوع معالجة النفايات النووية والأمور هذه، لكن أنا بس نتكلم من ناحية انبعاثات، هي صفر انبعاثات مقارنة بالوقود الأحفوري، ومسألة الأمن الطاقة أعلى واستدامة تكون أعلى بشكل جدا كبير. بالتالي المملكة ممكن توفر الهيدروكربونات للتصدير، خصوصا البترول والمواد نعم الهيدروكربونية. دكتور يوسف، تحدثت عن ملامح هذه المحطة، وأيضا يعني تحدثت عن أهميتها والفوائد التي قد يكسبها أو تكسبها المملكة العربية السعودية من هذه المحطة. تعال ننتقل إلى تصريح أيضا وزير الخارجية. المملكة يعني في كل محفل وكل يعني مكان وكل اجتماع تبين مدى أهمية أو كيف تسعى المملكة العربية السعودية لاستقرار الطاقة في العالم. هل نجحت المملكة العربية السعودية في هذا الاستقرار؟ بشكل اكيد اخي نايف، يعني احنا لو نلاحظ بس انجازات المملكه خلال بس لو نلاحظ ال5 سنوات الماضيه في مجال اسواق الطاقه، ومن ناحيه اللي هي ملف الاوبك بلس وكيف ادار سمو وزير الطاقه باحترافيه جدا جدا عاليه وبحكمه ايضا. لا مثلا خلينا بس نشوف القرارات الاخيره اللي صدرت، اللي هو تمديد التخفيض الطوعي للمملكه مع روسيا حتى نهايه العام 2030. يعني احنا بس نتكلم لو نرجع بس قبل شهرين، كان هنالك حاله عدم اليقين جدا مرتفعه في اسواق الطاقه، شفنا انخفاض في اسعار الخام الى حوالي 70 دولار، حاليا ارتفعت الان قريبه من ال 95 دولار. فطبعا بشكل اكيد انه التخفيضات الطوعيه للمملكه اللي الان يعني جالسه تاخذ حيز جدا كبير بغض النظر عن تخفيضات اوبك بلس نفسها. هذه دعمت الاسواق، وايضا تعتبر ضمن الاجراءات الاستباقيه اللي قد يشهدها الاقتصاد العالمي جراء ما يتخذ حاليا من سياسه البنوك المركزيه في الاستمرار في رفع اسعار الفائده، محاربه التضخم، وبالتالي العالم قد يكون مقبل على ازمه ركود اقتصادي خصوصا في نهايه العام 2023 او بدايه 2024. فاعتقد انه اداره المملكه الملف
بمهنية أو خلينا نقول باحترافية جدا عالية، خصوصا خلينا نقول بس خلال ال5 سنوات الماضية. كيف هذا طبعا يصب في سياسة المملكة في الطاقة عموما، لأنه المملكة لما تزيد أمن الطاقة فيها بحيث أنه تقلل استهلاك المواد الهيدروكربية يكون عندها إمكانية أكبر للتصدير، وهذه شفناها حاليا في تصريح سمو وزير الطاقة طبعا في أنه هو إدخال مزيج الطاقة النووي ضمن مزيج الطاقة المحلي في المملكة، وأيضا اللي هو الاكتشافات اللي حصلت مثلا اكتشاف حقل الجافورة نعم للغاز الطبيعي في خلال السنتين الماضيات، وهذا سيمكن المملكة من في الحقيقة يكون عندها 3 مليون برميل إضافية لما يتم تصديره حاليا. يعني نعم احنا حاليا نصدر 7 مليون برميل، لكن مع حقل الجافورة ومع إحداث اللي هو سواء الغاز الطبيعي وأيضا إمكانية أرامكو في التوسع إلى 1 مليون برميل، حيكون عندنا 3 مليون برميل قدرات التصدير في حلول العام 2027. شكرا لك يا دكتور يوسف الشمري، الباحث السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.